بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جرين لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم ان شاء الله تعالى راح نتكلم عن دحرجه الارتش لينكس. طبعا الارتش لينكس توزيعها متدحرجه، اللي هو رولينج ريليز، معنى انه توزيعها ما فيها اصدارات معينه، كل شهر يصدر اصدار، لكن الاصدار الشهري هذا مجرد ملف ايزو لا قيمه له اذا كنت تتحدث النظام. طيب هي اساسا متدحرجه، فاحنا راح ندحرجها بزياده زي ما شفتكم مكتوب بالعنوان. شلون راح ندحرج التوزيعه؟ راح اخلي تحدث نفسه اول باول لكن بطريقه ذكيه. وشلون؟ خليكم معي، خلونا نشوف وش راح نسوي اليوم. ناخذ مزة شاي اول عشان الصوت. بالنسبه للي راح نسويها اليوم ببساطه جدا جدا جدا، خلنا نعلمكم مقدمه. اولا انا تكلمت لكم سابقا عن برنامج الابا، اللي هو برنامج خاص بتحديث التوزيعه بين وقت والثاني. اذا كنت تستخدم الكي دي اي يظهر لك تحت بالاستعلامات انه في تحديث نازل جديد. اذا انت ضبطت البرنامج، تكلمنا قبل عنه. يعيب البرنامج هذا انه راح يحدث البرامج الخاصة بالمستودعات. طبعا البرنامج ممكن احنا نسوي له انه يسوي تحديث تلقائي، يعني ركب تحديثات بدون ما يرجع لك، ممكن يسوي تنبيهات لك. لكن بهالطريقة احنا ما تدحرجنا، احنا حابين ندحرج التوزيع بقدر الامكان. تمام، دحرج التوزيع ايضا فيها شغلة ثانية اللي هي IUR الخاص بالبرامج، المصدر الاضافي اللي هو Arch User Repository، هذا اسمه. تمام، اللي هو IUR. IUR عبارة عن برنامج، او بالاصح مصدر احنا تكلمنا عنه سابقا، يستخدم برنامج اليورت. طيب احنا شلون راح نحدث اليورت ونحدث المصادر الرسميه بنفس الوقت مع بعض؟ هذا راح اتكلم معه اليوم. برمجت لكم سكريبت، بالسكريبت ان شاء الله باذن الله راح يخدمكم. السكريبت هذا وظيفته انك تحدد له وقت معين يشتغل ويسوي تحديث. لكن هنا ما ينفع، لما تسوي تحديث الارتش لينكس وهي متدحرجه راح ينزل اشياء انت ما تدري عنها. في حال حدث خطا مستقبلا، من وين التحديث وكيف نزل وش صار، ممكن ترجع للي هو الباكمان لوج، لكن قد ما يكفيك. لذلك برمجت لكم السكريبت بحيث انه اي عملية برمجة او بالاصح تحديث تلقائية راح تحتفظ بملف خاص مجلد اللوج، بحيث انك ترجع وتشوف التحديثات اللي صارت. بدأ التحديث بالوقت الفلاني باليوم الفلاني، انتهى بالوقت الفلاني، ايش اللي حصل بالتحديثات هذه. خلوكم معي، خلونا نفتح السكريبت نتفرج عليه من وين نحصل عليه، وبعدين شلون طريقة تنفيذه بشكل تلقائي. بالنسبة للحصول على السكريبت، انا زي ما انتم شايفين قلت لكم سابقا اني سويت لكم صفحة على البلوجر الخاص بي، راح تكون خاصة بأي سكريبت برمج راح يكون موجود هناك، بحيث لو نزلوا تحديث راح تكون هناك. عموما الصفحة موجودة تحت زي ما انتم شايفين. طبعا بالمناسبة انا سويت تحديث FFmpeg للدرس السابق، التحديث اليوم. التحديثات التلقائية راح تحمله من هنا، اضغط عليه فقط وراح تنزل اللي هو الحزمة الخاصة بالتحديثات اللي عبارة عن ملف شل. لو ضغط عليه راح يوديك الملف الشل هذا. اوكي، لما تضغط عليه راح تسوي له تنزيل من الموقع، راح يكون شكله بالشكل هذا. طبعا السكريبت انا استخدمه مباشره من مجلد دروب بوكس، بحيث انه لو حصل، عشان تدروني هذا استخدمه شخصيا انا، بحيث لو حصل اي مشكله ممكن بعدين تحملونه واقول لكم انه صار في تحديث تحملونه ما عندكم مشكله. هذا هو، حطه في اي مكان يعجبك. طبعا هذا بعد التحميل راح يطلع لك اسمه Arch Auto Upgrade. بالبدايه لازم تعطي البرنامج تصريح انه يشتغل او يكون اكسكيوتبل، لذلك راح تفتح الطرفيه. اوكي، وين البرنامج حطناه؟ غالبا راح حطونه بالتحميل او مجلد التحميل، اي مجلد ان كان حطيت بالمجلد راح لمه. احنا حطيناه مثلا بالعبد هوم عبدو مجيب البرد، مخلي ما اعرف اكتب. بعدين حطيناه بدروب بوكس، بعدين حطيناه بشير، بعدين ارتش، خلونا هنا. اوكي، الملف موجود هنا، راح تكتب تشينج مود. طبعا لو كان ما عندك صلاحيه تحط صلاحيه، نحط سودو افتراضا انك ما عندك صلاحيه. تشينج مود زائد اكس اللي هي اضافه اكسكيوتبل على اللي هو ارتش اوتو ابجريد بالشكل هذا، واضغط انتر. الان صار الملف اكسكيوتبل. النقطه الثانيه اللي راح نسويها اللي هي نضيف الملف على الكرون تاب. الكرون تاب هل هو يشتغل او لا؟ انا تكلمت سابقا عن الكرون تاب، راح اتكلم عنه مره ثانيه. بالبدايه راح اتاكد انك منزل حزمه كروني. طبعا تنزل كروني اسمه بالشكل هذا، بي اس كروني. طبعا هذا اللي عندي بي اس اختصار للباكمان اس. تمام، كروني منزل، محتاج نزل مره ثانيه. تحتاج تتاكد ان الكروني يشتغل بدء التشغيل. تكتب سودو
system ctl enable كروني بالشكل هذا، تضغط انتر. اذا كان مفعل راح يشتغل، اذا كان غير مفعل راح يفعل الكياو. عشان اتاكد نحطه disable، طبعا غالبا هو مو مفعل بالمناسبه. اوكي الان تم الاداء، الان enable تم تشغيله. وعلشان تشغله وانت حاليا تشتغل راح تكتب بدل enable تحط start، طبعا هو اساسا يشتغل، حط restart انت احتياطا بحيث انه يوقفه شغله مره ثانيه. الان الكروني يشتغل. لا السكريبت هذا يحتاج الى صلاحيات روت، لماذا؟ لانه راح يحفظ ملفات باللوج، تمام؟ طبعا السكريبت امن جدا، تقدر تفتحه وتصفحه، لكن ما في وقت انه يشرح لك السكريبتات. عموما احنا راح ندخله بصلاحيات الروت، بحيث انه الروت هو اللي ينفذ المهام مو بانت، لانك انت ما عندك صلاحيات تنفذ المهام اللي موجوده بالسكريبت. شلون؟ تكتب su دخل الباسورد حق الروت، الان انت على الروت تكتب كرون تاب ناقص اي بحيث انك تسوي edit، تضغط انتر، تسوي نفس اللي مكتوب قدامك هذا، وراح اضيف السطر هذا اللي مكتوب قدامك. طبعا اشرح لكم باختصار هذا مسار السكريبت قبل بدايه الوقت. طبعا اللي يحتاج تفاصيل اكثر في تحت رابط الدرس الخاص بالكرون. الوقت اللي هو الدقيقه 42 الساعه 5 العصر، تمام، من كل يوم، هذا يعني من كل يوم راح تنفذ السكريبت هذا. طبعا انت ممكن ما يناسبك الساعه 5 العصر، اغلبكم راح ينفذه مثلا الساعه 12 بالليل. خلاص نسوي حفظ عن طريق كنترول اكس واي انتر. الان حفظنا مهمه بالروت بحيث ان كل يوم الساعه 12 بالليل راح تحدث لي البرامج اللي هي خاصه باليورت وخاصه بالمصادر الداخليه او الرسميه للنظام. الان بعد هذا ايش راح تسوي؟ النظام تلقائيا راح يحفظ لك هنا على لو دخلت على cd var log في ملف هنا لو فتحته نانو اسمه اوتو او ارش ما ادري كرون كرون ابجريد، تمام، اللي هو الخاص بالتحديثات التلقائيه. تفتحه راح تلاحظ هنا اللي هي اخ الاشياء اللي صارت بالنظام. خلونا ننزل لاخر شيء. طبعا هذا السكريبت انا صار لي فتره طويله استخدمه واجربه علشان اعطيكم اياه وسليم. ليش ما نفتح بركيت اسرع؟ اوكي هذا اخر تحديث صار اللي هو امس الساعه 5، هذا نهايه التحديث. بدايه التحديث وينه؟ طبعا راح تبدا من فوق شوي. اوكي هذا هو اللي هو طبعا هذا 12 واليوم 13. اوكي هذا هو هذا التحديث اللي صار امس. طبعا هذه ميزه السكريبت راح يكتب لك بالسطر هذا started at وبعدين راح يحط لك الوقت ويعلمك شو صار. وش صار؟ قال لك انه بسم الله سوينا تحديث الان نزلنا، يقول لك بدا تحمل الحزم، حمل الحزم هذه زي ما انتم شايفين داونلودنج جالس يحمل. بعد التحميل سوى ابجريد، بعد ما خلص من الابجريد لاحظ انه بدا يسوي سينكرونايز لليورت. الان بدا يحمل زي ما انتم شايفين البيلد باكج خاصه باليورت وبدا يحدث برامج اليورت وانتهى. ايش الفائده من اللوج؟ اللوج ترجع له في حال حدث عندك خطا بالحزم او خطا بالنظام، ترجع تشيك على اللوج تشوف وش صار او وش ما صار، او من باب المتعه بعد انك تفرج على كمبيوترك وش صار. بالطريقه هذه احنا دحرجنا ارت لينكس بشكل افضل وبشكل احترافي بحيث انك تبقى اب تو ديت يوميا بدون مشاكل. بالنسبه اللي يستخدمون اللابتوب او اللي يستخدمون كمبيوترات غير متصل دائم بالجهاز او بالانترنت لا تستخدم الارت لينكس، نصيحه. اما بالنسبه يستخدمون الارت لينكس اذا كان كمبيوترك متصل على الانترنت دائما حلو، لانك كل يوم الساعه 12 بالليل راح تسوي تحديث. انتهى درس اليوم. تب اللي هي عبارة عن نصيحة أو إشارة لشغلة معينة، إذا كنت عندك لابتوب واللابتوب تقريبا تفتحه مرة مرتين باليوم، يفضل أنك تحط السكريبت هذا ببدء التشغيل بحيث أنك أول ما تشغل هو راح يشتغل ويسوي تحديث. إلى هنا انتهى درس اليوم. أتمنى أنكم استفدتوا. أي ملاحظات استفسارات أنا موجود. طبعا درس هذا للمتقدمين فقط يستخدمون Arch Linux. في تحت زر اشتراك، سوي اشتراك ومع السلامة، نشوفكم إن شاء الله بدرس جاي.